ومن نابلس ينضم إلينا مراسل الغد خالد دير. خالد، إليك التفاصيل، تفضل. نعم، بالفعل قبل قليل انتهت وقفة دعت إليها لجنة دعم الأسرى كجزء من البرنامج الوطني الذي تنظمه هذه اللجنة هنا في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية لإسناد الأسرى المضربين. 7 أسرى يأخذون إضرابات عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الإداري. البعض تجاوز منهم أكثر من 100 يوم والآن باتوا يعانون ظروف صحية خطيرة للغاية. لهذا اليوم كانت هنالك نداءات أطلقتها لجنة دعم الأسرى وتحديدا هنا في مدينة نابلس للتحرك العاجل والفوري سواء في الحراك الشعبي الفلسطيني لتوسيع رقعة المسيرات الشعبية والميدانية والوقفات الاعتصامية أو حتى تلك الوقفات والمسيرات باتجاه نقاط التماس مع جيش الاحتلال الإسرائيلي للضغط على الحكومة الإسرائيلية. طالبت أيضا الوقفة مؤسسات السلطة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية بممارسة ضغط أكبر عبر الخارجية الفلسطينية على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن الأسرى المضربين عن الطعام. نحن نتحدث عن المقداد القواسمي وكايد الفسفوس على الأعرج، بعضهم تجاوز 100 يوم وهنالك عدم قدرة على الحركة على التكلم، فقدان وتشويش في مدى البصر. هنالك شقيق الأسير مقداد القواسمي يتحدث عن أن شقيقه يعاني من تسمم بالدم وبالتالي بات خبر استشهاد أي من الأسرى 7 يعني هو رهن الزمن ورهن التلاعب الإسرائيلي بملفات الاعتقال الإداري ورفض محكمة الاحتلال العليا للنظر في قضايا الأسرى. إلى جانب ذلك أكدت الوقفة على عدم الانصياع والرفض المطلق لقرار وزير حرب الاحتلال بني جانس المتعلق بإغلاق 6 مؤسسات أهلية ومدنية فلسطينية باعتبارها جريمة حرب باتجاه مؤسسات المجتمع المدني، وبعض من هذه المؤسسات هي تلك المؤسسات التي تعنى في شؤون الأسرى ومتابعتها محاولة وقف طبعا التقارير المستمرة التي تخرج عن سياسات التنكيل والتعذيب بحق الشعب الفلسطيني. وهذه الوقفة لربما جاءت بمشاركة محدودة، كانت هنالك دعوة للكل الفلسطيني لتوسيع رقعة المشاركة. لربما يتطور المشهد ميدانيا في ظل فقدان الحلول الشعبية إلى طبعا توسيع رقعة المواجهة باتجاه نقاط الاحتكاك على الحواجز ومع المستوطنين على الطرق الالتفافية لمحاولة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، سيما وأن هنالك طبعا مؤشرات تشير إلى أن استشهاد أي من الأسرى لربما يقود باتجاه تصعيد ميداني محتمل في الأراضي الفلسطينية. شكرا جزيلا من نابلس مراسل الغد خالد بدير.